صباح الخير من الجديد لكل أصدقائنا المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا اليوم. صباح اليوم وفقرات جديدة منوعة مثل العادة ومثل كل يوم نبديها مع برج اليوم وجمانة وهبي. صباح الخير، واليوم 26 يناير 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، رح تدخل بمرحلة مهنية جديدة قد تكون مرتبطة بعلاقات من خارج إطار المكان يلي عم تشتغل معه، والفلك عم يتحدث عن تبدلات قادمة رح توصلك لمركز جديد أو مسؤوليات إضافية. عاطفيا عم بتحاول بقدر الإمكان إصلاح الأجواء يلي تسببت بزعزعة استقرار علاقتك مع الشريك، وخصوصا أن الأمور ما بينك وبينه لا يبدو أنها بأمان أبدا. مولود برج الثور، تبدو مصر على البدء باتجاهات مهنية جديدة تساعدك على تحدي الظروف المالية اللي عم تواجهك بشكل غير طبيعي، ورح تختار التوقيت المناسب لتحريك هذا الأمر. عاطفيا تعلقك بالشريك ما عم بيخليك تتصرف بطريقة منطقية معه، حتى لو كانت النوايا تجاهه ما بتعبر عن وجهة نظرك أبدا، بالإضافة لمتابعة طبية بانتظارك. مولود برج الجوزاء، تبدو متخوف من عدم ثبات محيطك المهني على نمط واحد، والأجواء الفلكية عم تتحدث عن إنجازات قانونية رح تريحك نفسيا بشكل غير عادي، بالإضافة لرغبة بالسفر تبدو متحمس على إتمامها. عاطفيا رح تواجه بعض المستجدات الطارئة يلي ممكن تعطل خطواتك عن إتمام بعض الأمور المتفق عليها ما بينك وبين الشريك، وما رح تقبل تكون مغلوب على أمرك معه مهما كانت مشاعرك تجاهه. مولود برج السرطان، رح تكتشف فرص مهنية جديدة تساعدك على تطوير أعمالك الخاصة، وتبدو مهتم بعملية تسريع البدء بالخطوة الأولى حتى لو كنت متخوف من نتائجها المالية. عاطفيا رح تستفيد من التطورات المفاجئة اللي عم تحصل معك على الصعيد العاطفي، وتبدو متجاوب مع الأحداث اللي ابتدت تفرض عليك عملية الاستجابة إلها بشكل مختلف تماما عن الجو العام يلي عشته مع الشريك. مولود برج الأسد، كل يلي حواليك بالعمل عم بيراهنوا على عدم بقائك بنفس وظيفتك الحالية، ولا يبدو أنك على علم مسبق بخلفية أسبابهم المرتبطة بالأمر، بالإضافة لاهتمامك الجدي بعملية ترتيب وضعك المالي بشكل جديد. عاطفيا ما عم تقدر تستوعب أبعاد تفكير الشريك المرتبطة ببعض المواضيع الخاصة يلي بتجمعكم سوا، وتبدو رافض مبدأ الخضوع لأفكاره العشوائية تجاهك. مولود العذراء، تبدو متعب من الجو العام على الصعيد المهني، ولا يبدو بداخلك الرغبة للاستمرار بنفس الوظيفة ما لم يتم السيطرة على حالة الفوضى يلي ما عم تتناسب مع طموحك المالي. عاطفيا تبدو مخطئ بعملية تقديرك لمسار علاقتك مع الشريك، ومع ذلك تبدو الظروف مناسبة لتوضيح أسبابك فيها، بالإضافة لمتابعة دقيقة بتخص بعض الأوراق الضرورية. مولود الميزان، عم بتسيطر عليك أجواء من الخيبة وعدم الشعور بالأمان المالي والمهني بوقت واحد، ومع ذلك رح تتجنب أي خلافات قادمة مع محيط عملك الحالي. عاطفيا مشكلتك الأساسية مع الشريك ما زالت واقفة بطريق استقرارك العاطفي والنفسي، ولكنك حريص على ضبط الأمور بيناتكم بشكل ودي أكثر. مولود برج العقرب، رح تلاحظ فرق كتير كبير ضمن محيط عملك الحالي من بعد التحسينات والتعديلات يلي قمت أو حتى أشرفت على تعديلاتها من نفسك، بالإضافة كمان لأجواء تبدو مريحة بالفترة القادمة. عاطفيا رح يطالبك الشريك ببعض التوضيحات المرتبطة بتفاصيل علاقتك معه، وخصوصا أنه مشاعرك تجاهه أصبحت عم بتمر بنوع من التناقضات الغير منطقية أبدا. مولود القوس، خطوة مهنية جديدة بانتظارك بتحمل معها حلول للوضع المتأزم يلي عم بتعيشه مع محيط عملك الحالي، ويبدو أنك محضر نفسك لإتمام هيدي الخطوة. عاطفيا عم يصعب عليك التأقلم مع الأجواء الصعبة يلي عم بتعيشها مع الشريك، وخصوصا أنك رافض مبدأ الخضوع لهذا الجو البارد يلي أصبح عم يفرض عليك توجهات غريبة عنك تماما. مولود الجدي، عم تشعر بأنه التوقف عن متابعة أشغالك مع محيط عملك الحالي أفضل من الاستمرار بمكان عمل أصبح ما بيتناسب مع ظروفك الحياتية تحديدا. عاطفيا رح تتوصل لحل يقربك من الشريك بشكل فعلي أكثر، ورح تلمس ترحيب منه بالرغم من عدم رضاك عن الكثير من المواضيع يلي عم يتعمد يفرضها عليك.
مولود برج الدلو عم بتمر بظروف مهنية غير مستقرة ورح تضطرك لترتيب وضعك مع محيط عمل جديد، بالإضافة لرغبة بالسفر تبدو متحمس على إتمامها بأي شكل من الأشكال. عاطفيا رح تطالب الشريك بتوضيح كامل عن خلفية الشكوك اللي عم بتدور براسك تجاهه، ورح تضطرك هيدي الأجواء لارتجال بعض المواقف يلي ممكن تريحه وتهديه بنفس الوقت. آخر الأبراج معنا مولود الحوت. عزيز الحوت، الوقت أصبح مناسب للالتفات أكثر لمصير وضعك المهني مع الجهة يلي ناوي تشتغل معها بالوقت الحالي، وتبدو متأمل ببداية جديدة قريبا، بالإضافة لعتبة بيت جديد بانتظارك. عاطفيا رح تضاعف جهودك لتطوير وضعك العاطفي مع الشريك مهما عكستك الظروف معه، ومن المتوقع يحصل تطور إيجابي مرتبط بالمواضيع الحساسة يلي كانت السبب بأزمتكم سوا. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. ضلكم بألف خير وباي باي. منشوف شو وضع الطرقات لليوم مع حركة المرور. من غرفة عمليات التحكم المروري الرئيب أول روبير زعرور معي مباشرة على الخط. صباح الخير ويعطيك العافية. صباح النور، الله يعافيك. تعطينا فكرة عن وضع الطرقات اليوم؟ نعم، بالنسبة للطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، عندنا طريق عينات الأرز، طريق كفار دبيان حدث معلبك، لمنايطرة حدث معلبك، العقورة حدث معلبك، جد مربين الهرمل، الهرمل سير الدنية، وايضا طريق معاصر الشوف كفرية، تنورين اللقلوق، تنورين حدث الجبة، عندنا طريق ترشيد زحلي وطريق دهر البيضة، طريق جزين وكفر حونا بقاع الغربي ايضا مقطوعين بسبب تراكم الثلوج. بالنسبة للتحركات جمعية النقل البري، عندنا قطعين للسير ببيروت عند جريدة النهار، وايضا قطع للسير عند مدخل زقاق البلاط. بالنسبة لحركة السير، عندنا على المدخل الشمالي حركة سير ناشطة من جوني باتجاه نهر الكلب، وأيضا من عونت الياس باتجاه جل الديب حتى نهر الموت. بالنسبة للمدخل الجنوبي عندنا حركة سير كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وأيضا من خلدي باتجاه شويفات. ضمن شوارع العاصمة بيروت بعدها نشهد حركة سير طبيعية. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 5 حوادث للأسف قتيل و5 جرحى، مخالفات الرادار 571 محضر سرعة زايدة. للمبدأ هيدا كل شيء. شكرا، يعطيكم ألف عافية. منتابع مشاهدينا فقرة اليوم مع لوب مع دكتورة جوسلين ساسين عبر تطبيق زوم. صباح الخير دكتورة ساسين. صباح الخير معكي. مثل العادة ومثل كل نهار أربعة، جولة على آخر الأخبار والمستجدات العلمية حول متحور أوميكرون وكورونا بشكل عام. خلينا نبدأ دكتورة ساسين نحكي شوي عن بعد ارتفاع الحالات، يعني شو أسبابه؟ عم نشوف أنه في دخول المستشفيات، مع أنه حكينا أكثر من مرة أنه هو لا شك مضاعفات أوميكرون على صحتنا أخف بكتير من المتحورات الباقية. صح معي، مثل ما منعرف ومثل ما كل مرة منقول أنه قدرة الأوميكرون على أنها تصيب بنسبة كتير كبيرة صارت معروفة. نعم. وبالتالي هذا الشيء بيفسر زيادة عدد الحالات، وخصوصا أنه نحن بفصل الشتاء وفصل السقعة والناس بتتجمع بمحلات ما فيها فنتيلاسيون، ما فيها يعني تهوئة جيدة، وبالتالي الفيروس بينتشر أكيد بسرعة أكبر. كنا قلنا أنه الفيروس أخف وطأة من دلتا ومن ألفا، وبعدنا منقول ذات الشيء، ولكن هذا ما بيعني أنه هذا الفيروس منه خطير. نعم. عند مين أي فئة من الناس هذا الفيروس خطير؟ عند أكيد الناس الكبار بالعمر، عند الناس اللي عندهم مشاكل صحية، مشاكل قلب، سكري، ضغط، نقص بالمناعة، بياخدوا أدوية بتخفف المناعة، عند الناس اللي منهم مطعمين. كل عمرهم الفيروسز اللي بيصيبوا الجهاز التنفسي بشكل خاص بيسببوا مشاكل عند هيدي الفئة من الناس، وأوميكرون بيعمل بنفس الطريقة مشاكل عند هيدول الأشخاص وبيؤدي إلى دخول المستشفى
وبعض الأحيان إلى الوفاة ما في. من هون نرجع نكرر أنه صحيح هو الأوميكرون أخف وطأة على صحة الإنسان، ولكن منه فيروس يخلو من الخطورة. بعده خطير، ما بدنا نتساهل معه، بدنا ننتبه منه وبدنا نحمي هالفئة من الناس اللي حكينا عنها، المنهم ملقحين، الكبار بالعمر واللي عندهم مشاكل صحية. نعم، قلت شغلة كتير أساسية دكتورة ساسين، الناس شوي استسهلته يعني أو أخدته هيك بطريقة يعني مش جدية، أنه يلا هو بيشبه الرشح وإن شاء الله كلنا ننعدى ولازم كلنا ننعدى وننصاب وبركي هالشي بيسهل أنه تخلص كورونا. شو الحقيقة العلمية؟ الحقيقة في كتير ناس عم بيقولوا هيدا الشيء انه ما زالوا خفيف، ليه ما بناخده، ليه يلا خلص شيل الماسك ونوصل للمناعة المجتمعية وهيك بتخلص الجائحة. هلا هيدا الحكي ابدا منه مزبوط وهيدا خطير. ليش هالكلام خطير؟ ليش ما فينا كلنا نلقط اوميكرون هلا بنفس الوقت؟ أول شيء بدنا نقول إنه نحن بما إنه الفيروس بيصيب كتير ناس، ومرة قلنا يعني إذا شخص مصاب وعطس يمكن يعدي حده، إذا في حده 100 شخص ممكن يعدي. نعم. وبالتالي إذا أصيبوا الناس كلهم بنفس الوقت رح يصير عنا نسبة استشفاء أكثر، فالنظام الصحي رح ينهار يرجع مثل ما صار قبل. القطاعات الثانية العامة اللي أصلا ما فينا نعيش بدونها بالحياة، مثل السوبر ماركت، مثل الأكل، الموظفين بيشتغلوا بالأكل، الموظفين بيشتغلوا بالقطاع الصحي، كلهم هيدول إذا بدنا نفكر أنه نحن نسبة الإصابات زادت بهيدول القطاعات، كيف بده يمشي البلد، كيف بده يستمر؟ وبالتالي نحن ما فينا أنه نخلي الأوميكرون يفلت بالمجتمع ونوصل لأزمة كتير كتير كبيرة، يعني الناس كلها تقعد ببوطة لأنها صاخنة. نعم. يعني هالقد القصة بسيطة إذا بدنا نفكر فيها ماجي. نعم صحيح. غير أنه نحن بعدنا مش أكيدين انه الاوميكرون كمان بيعمل شيء اسمه بوست كوفيد سيندروم او اللونج كوفيد، يعني دلتا كانت تعمل بوست كوفيد سيندروم، الفا كمان، والاوميكرون الارجح انه بيعمل بوست كوفيد، والاشخاص بيضلوا يعانوا على فتره من بعد ما يصحوا. يعني متى خلصوا من اوميكرون مش معناتها صحوا كليا، بعد الناس عم بتعاني من عوارض وما بنعرف قد ايه بتستمر وما بنعرف شو الاثر اللي بيبقى على المدى البعيد. نعم. مشان هيك نحن يعني بقول لهم للناس do not get the chance انه تنصابوا فيه، يعني جربوا قد ما فيكم تتفادوه. صحيح. والسبب الاخير كمان انه نحن كل ما نصبنا، يعني كل ما هالفيروس قعد بجسمنا، كل ما عطيناه فرصه انه يغير حاله ويخلق متحورات جديده. نعم، بعكس ما الناس بتفكر انه ممكن تخلص هالمتحورات اذا الكل انصاب. مش على الأكيد ماجي، مش على الأكيد أبداً. نحن ما في شيء بيوقف ظهور المتحورات إلا ما تكون الناس كلها أخذت اللقاح، وإلا بده يضل عنا ظهور متحورات جديدة. كل ما نصبنا أكثر كل ما كان في فرصة أنه تظهر متحورات جديدة، والجائحة ما راح تخلص بهالحالة. صحيح. قديش كمان خطورة الموضوع والمضاعفات على الأطفال؟ عم نشوف دكتورة ساسين أنه كتير المضاعفات قوية، مثل ما شدناها يعني مع ألفا بالأول عند الكبار، هل قد المضاعفات كبيرة وعم بيكون في حالات استشفاء للأطفال؟ صح ماجي، نحن الأطفال هلأ عم يصابوا بأوميكرون، الأكترية هن أطفال لأنه هن هالفئة مثل منا مطعمة، فبالتالي بتلقط أكثر من غيرها وبتنقل العدوى للناس المطعمين وغير المطعمين. بس لحسن الحظ أنه الناس المطعمين عندهم فرصة أقل بكتير أنه يعملوا مضاعفات من غير المطعمين. نعم. الأولاد عم يعملوا عوارض قوية، معظم الأحيان عم تكون الحرارة كتير عالية، هلأ يمكن ما تستمر لكتير وقت عند بعض الأطفال، عند أطفال بتستمر أكتر، في أطفال عم يفوتوا على المستشفيات، ما ننسى أنه عنا في عنا أطفال عندهم مشاكل صحية كمان عم بيعانوا منها. وجود الأوميكرون ممكن يسبب خطورة لتدهور هالوضع الصحي لهالأمراض اللي بتكون نوعا ما مسيطر عليها وثابتة. نعم. فبدنا ننتبه كتير عند الأولاد، بدنا ننتبه كتير بدور الحضانة، بدنا ننتبه كتير بالمدارس، المسؤولية كتير كبيرة على المدارس لأنه المدارس فاتحة والأولاد عم بيروحوا، وبدنا ننتبه أكتر بالإجراءات بالمدارس والمكان للتجمع للأطفال. نعم. بدنا نذكر دكتورة ساسين شوي بعوارض أوميكرون يلي بلشنا نكتشفها أكتر وعم بتصير يعني مشترك عند كل أكثر الناس. منشوف كتير عوارض الحرارة مثل ما ذكرتي، وجع جسم كتير، وكمان الاستفراغ
وأوجاع بالعظم. صح، الرشح بشكل أساسي الوجع بالزعيم، السعلة، الحرارة العالية، الأوجاع بالجسم، الاستفراغ، الإسهال، هدول كلهم ممكن يكونوا من عوارض أوميكرون. نعم. برجع بقول لحسن الحظ أنه الأوميكرون يمكن ما بتأدي إلى تليف بالرئة أو إلى التهابات قوية بالرئة، ولكن هدول العوارض اللي ذكرناه هون ممكن كلهم يصيروا، وهدول العوارض إذا بدك بيتشاركوها غير أنواع فيروس نحن معودين أنه نصاب فيها وما نخاف. مشان هيك نحن منقول كل شخص بيعاني من هالعوارض بده يعتبر حاله مصاب بأوميكرون حتى يثبت العكس، بده يحجر حاله لتكون عمل البي سي آر ليكون تأكد التشخيص لحتى حتى ما ينشر العدوى بين الناس، ولحتى كمان يتابع مع طبيبه طريقة العلاج. نعم، البي سي آر والرابيد تيست كمان بعلاقتهم بأوميكرون. ذكرتي دكتورة سيسين أكثر من مرة أنه هو سريع الانتشار وبنعدى منه بسرعة وبتبين عوارضه كتير بسرعة، معناتها نتيجته بتبين أسرع بالبي سي آر؟ صح ماجي، الأوميكرون يعني إذا بدك فترة الحضانة تبعيته عدد الأيام أقل من فترة الحضانة تبع دلتا وألفا، يعني بالتالي ثالث يوم أو رابع يوم الشخص من بعد ما يكون تخالط مع شخص بوزيتيف ثالث يوم أو رابع يوم لازم يعمل الفحص البي سي آر، وإذا طلع نيجاتيف بننطر يومين وبنرجع منعيد الفحص تنعطي فرصة لهالتيست يكون صار بوزيتيف ليكون في إناف فيروس بالمنطقة اللي بناخد منها العينة. نعم، فمشان هيك بدنا نقول للناس وقتها بيعملوا بي سي آر وبتكون نيجاتيف بدنا نطول بينا، خصوصا إذا كنا مخالطين لشخص مصاب. نعم، وبالنسبة للرابيد تيست قديش هو يعني أكثر حساسية على الأوميكرون؟ طبعا الحساسية تبع الرابيد تيست أقل من حساسية البي سي آر، يعني الدقة منا بنفس الطريقة، وهيدي شغلة معروفة أصلا بالطب. كل تيست نحن بنعتمده تنعمل تنشخص فيه ندرس السنسيتيفيتي تبعيته والسبيسيفيسيتي، يعني قد ايه حساس وقد ايه دقيق لهذا التشخيص، او اذا بدك سبيسيفيسيتي يعني هو لهذا المرض بالذات اكثر منه لغيره. نعم، فاكيد الرابيد تيست هو الحساسيه تبعيته اقل من البي سي ار، وكمان برجع بقول البي سي ار السنسيتيفيتي تبعيته منا 100%، يعني فيها تكون 60-70%، بس مشان هيك لما يطلع التيست نيجاتيف ونحن عندنا عوارض بدنا نضل محجورين لنتاكد من التشخيص. نعم دكتورة ساسين، قديش الوقت اللازم لحتى واحد يظهر من البيت مع الأوميكرون؟ الوقت هو أكيد منه 5 أيام بس مثل ما عم نسمع. نعم. الوقت لازم يكون مينيموم 7-10 أيام، وإذا الشخص ما بيعاني من أي عوارض، إذا بعده عم يسعل، إذا بعد عنده رشح، إذا بعد عنده حرارة، هدول كلهم بيعنوا أنه الشخص بعده عنده القدرة على أنه يعدي غيره. فالأشخاص ما فيهم يظهروا من الحجر الصحي بعد 5 أيام، بدنا ننطر، والدراسات فرجت هلا أنه نحن بيضل الشخص عنده الفيروس موجودة بالجهاز التنفسي، وموجودين الفيروس بارتيكل بشكل حي، يعني بيقدروا يعدوا. نسبة قليلة من الأشخاص وقت بنعملهم بي سي آر بعد 5 أيام بنلاقي أنه الفيروس هو ميت ما بيعدي، مشان هيك نحن ما فينا نعرف، مشان هيك نحن احتياطا نقول الأشخاص خليكم حجرين حالكم بين 7-10 أيام، وبالتنسيق مع الطبيب حسب العوارض بعد بيعاني من الشخص بنقول له للشخص فك الحجر أو لا. نعم، بس هي لا شك أقل من الدلتا. صح، أقل من الدلتا لحسن. نعم. الحظ. نعم أكيد لحسن الحظ. دكتورة ساسين، قديش الأطفال ممكن كمان لازم ينحجروا مثل الكبار، خصوصا إذا هن قطعوا مثلا بيومين صعبين من العوارض وبعدين بطل في عوارض وكانوا بوزيتيف، بنعملهم مثلهم مثل الكبار، يعني ما بيروحوا على المدرسة، ما بيروحوا على دور الحضانة، بيضلوا يعدوا؟ منعملهم بنفس الطريقة. ايه صح، بيضلوا يعدوا. هلأ ممكن يمكن هاي بدأت دراسة أكثر، ممكن الأطفال يكون عندهم قدرة على أنه يتخلصوا من الفيروس من جسمهم أسرع من الكبار، ولكن هيدا الشيء بعد منه أكيد. يمكن راحت عندك الكونكشن.
كنت رجعتي دكتورة ساسين، بدي أذكر أنه عم نحكي عن الأوميكرون وعن مضاعفاته، ليش الإصابات هالقد كتيرة اليوم، ليش عم نشوف كمان حالات استشفاء، لأنه الناس يمكن مستسهلين الموضوع وعم يعتبروه مثل الفلو أو أنه هو ما بيأذي مثل الدلتا. عم برجع بذكر أنا وياكي دكتورة ساسين أنه هالموضوع هو جدا يعني جدي، لازم ناخده على أهميته، ما نستلشئ بهالموضوع ونقول يلا هو مثل الإنفلونزا. ممنوع الاستحقاق. نعم. بعدنا نحن بجائحة، بعدنا مع فيروس بينتقل بسرعة كتير كتير كبيرة، وعنده احتمال انه كمان كبير انه يتحور ويجينا متحور جديد، ممكن يكون اشد شراسة وممكن يكون اخف بطئة. نحن ما فينا نأكد، ما فينا نعرف، اللي فينا نأكد عليه انه لازم نضل منتبهين، لازم نضل لبسين الماسك، والماسك لازم ينحط بطريقة معينة على الوجه. ماجي، اول شيء ماسك قماش بدنا نستغني عنه، اذا الاشخاص مصرين يلبسوا الماسك ماش لازم نحط الكمامة الطبية بالأول ونرجع نحط فوقه ماسك القماش. ماسك القماش لحاله ما بيقدر يحمينا من الإصابة. وبنفس الوقت بدنا نقول للناس، عم نشوف معظم الناس ماجي عم بيكون الماسك تحت الأنف أو تحت الدقن. نعم. تحت الأنف ما بيحمينا أبدا، وقت بدنا نحط الماسك بدنا نحطه بطريقة معينة، بده يكون على الأنف، بده يكون من هون مشدود، وبده يكون على قد الوجه، ما بده يكون واسع ومن هون له مفتوح ومن هون رخو، لأنه هيدا كأنه مش حاطين ماسك. فبدنا ننتبه كتير كتير لهيدا الموضوع. وشغلة كمان كتير كتير مهمة للأشخاص اللي بيحطوا ماسك القماش وقله مثل هون مثل فالف، يعني هيدا البلاستيك بنشوفها، هيدا الماسك صراحة دراسات أثبتت أنه بالعكس مضر، منه مفيد. هيدي فولس مثل ما بيقولوا أشورنس، يعني واحد بيحس بالأمان بحطه، ولكن مش مزبوط، منه محمي عن هيدا الماسك. نعم. ما بيحمي. كتير مهمة هالملاحظة، عم نشوفها كتير، لأنه وصار في أنواع كتير من الكمامات بالسوق، لازم نضلنا معتمدين الكمامة الطبية وفوقها منحط أي نوع من الكمامات القماش. قلتي شغلة دكتورة ساسين، الناس كتير متأملة فيها أنه هيدا آخر متحور لكورونا، ولأنه هو يمكن اعتبرناه من البداية أنه مضاعفاته أو عوارضه أقل من الألفا، منتظرين الناس أنه تخلص الجائحة، وهذا الشيء مش مزبوط. لا هذا الشيء مش مزبوط، وما انه اكيد ممكن يجينا متحور مثل ما قلنا، اخف شراسه او يكون كتير لطيف او ينتهي، ما يعود يقدر ينتقل، بس وكمان العكس صحيح. مشان هيك ما بدنا نعتبر الجائحه خلصت. ما بعرف. نعم. اذا بعد معي وقت ماجي. معك وقت. نعم. كنت بالماسك، في ناس بيسألونا أنه مين اللي لازم يلبس الماسك N95 غير الجسم الطبي. بدي أقول أنا للناس أنه أكيد الماسك N95 هو عنده قدرة للحماية أكبر من الماسك السيرجيكال العادي والماسك القماش، ولكن مش كل الناس لازم تحطه، بنحطه بظروف معينة. مثلا الأشخاص اللي بيكونوا بالطيارة مسافرين لازم يحطوا ماسك N95، لأنه نحن بمكان مسكر، حتى لو كانت الطيارة عندها نظام تهوئة معين يعني ما بيخلي الفيروس تنتقل من شخص لشخص، ولكن كمان بهالأماكن المغلقة لازم نحط الماسك N95. بنحطه مثلا للأشخاص اللي بيكونوا عم يشتغلوا مثل بالسوبر ماركت، بيكون في كتير كراودينج هونيك، بيكون في كتير ناس عم تجي، وبيكون في كتير احتكاك، والأشخاص بيقربوا من بعضهم. الموظفين مثلا بهالأماكن لازم يحطوا الماسك N95 تيحموا حالهم. الأشخاص اللي بيكونوا عم يعتنوا بشخص مصاب بالفيروس الكورونا بالبيت ومضطرين يهتموا فيه، كمان هدول الأشخاص لازم يحطوا الـ N95. وكمان نصيحة للأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية وعندهم خطر المضاعفات إذا أصيبوا بالفيروس، هدول الأشخاص لازم يكونوا كمان حاطين الـ N95، بيحموا حالهم أكتر. الماسكين فوق بعضهم الطبيين العاديين كمان يمكن بيزيدوا الحماية، كتير مهم ماجي صحيح. ماسكين سيرجيكال ماسك اللي بنشتريه من الصيدلية اثنين فوق بعضهم، كمان هدول بيشكلوا حماية منيحة. نعم. شكرا دكتورة جاسين ساسين، إن شاء الله بالمرة الجاية الأربعة الجاية بتكون عنا عدد إصابات أخف، الناس صارت يعني عم تهتم بصحتها أكثر، وتكون زادت نسبة الملقحين اللي هي يمكن الخلاص الوحيد لنا من هالجائحة. شكرا لك، بشوفك الأربعة الجاية إن الله راد. بريك وبتابع صباح اليوم. موعدنا مع النشاط والرياضة والتمارين اليومية مع كوتش مايا زيدان وفيتبيت.
صباح الخير مشاهدينا، دايما بفيت بيت بنكون محضرين لكم ورك اوت سريع مفيد تقدروا من خلاله بالبيت تكونوا عم تستفيدوا اذا ما كان عندكم وقت تتمرنوا. رح كون عم بشتغل انا وياكم اليوم كارديو اكسرسايزز، بس رح زيد عليها لور بودي اكسرسايزز، يعني رح نجمع بين اذا بدكم تمرينين مع بعض. رح بلش باول اكسرسايز اللي هو رح يكون ووكينج سكوات. رح كون عم بعمل سكوات تو ذا سايد مع ووك ثلاث مرات جمب سكوات. هذا واحد اثنين ثلاثة جمب، خلينا تحت اثنين ثلاثة جمب، 1 2 3 جمب، كمان اثنين ثلاثة جمب. إذا بدكم عايروا وقت 30 ثانية واشتغلوا تمارين ل 30 ثانية أو تمرين ل 30 ثانية وبعدين بنرجع بنريح. كمان اثنين ثلاثة جمب، دايما بالورك لورا عم برجع بالسكوات، ثلاثة جمب التقل لورا، وآخر مرة اثنين ثلاثة جمب. أكتف ريكفري، بنبقى عم نتحرك، لا دايما لورا، بنريح حالنا شوي. كمان مرة اكسهيل اوت، جيت ريدي لتمرين تاني. رح كون عم بشتغل لانج لقدام، برجع اجري على النص، بعمل اكسبلوسيف لانج. فاذا فرونت سنتر جامب، كمان فرونت سنتر اند جامب، برجع اذا بدكم ركض، كمان فرونت سنتر، بنغير الاجر سنتر اند جامب، نرجع ركض بعد مرتين، فرونت بالنص، كمان لقدام بالنص اند جامب. دايما حاولوا تثبتوا ظهر، واخر مره فرونت بالنص جامب سنتر، بنغير الاجر بالنص اند جامب. ريكفر، هنكون عم نشتغل جوجز لقدام ولورا، هيك بنريح شوي بس بنخلي دقات القلب عاليين. كمان مارش، تحضروا للاكسرسايز اللي ورا، خذوا نفس اكسهيل اوت. هلا رح اشتغل باوبشن ويت، انتم فيكم تكونوا عم تشتغلوا الاكسرسايز بانانه مي او بويت، او فيكم حتى تشتغلوا الاكسرسايز بدون ما يكون معكم اي لود. رح كون عم بشتغل ديد ليفت، هون بدنا ننتبه كيف عم نرجع بالورك لورا، ظهري دايما جالس، عم بنزل على حدود الركبه تقريبا. رح ارجع افتح اشتغل سكوات جامب، كمان مره فازن ديد ليفت سكوات اند جامب سكوات، وان مور داون جامب ديد ليفت سكوات، كمان لورا لقدام داون سلو، كمان اند جامب بعد مرتين لورا بالورك داون جامب، واخر مره فازن وباك وذ هيب سكوات اند جامب فورورد. ناخذ نفس، نريح شوي، اكسهيل اوت. رح انهي انا وياكم هيك اذا بدكم تمريني على دقات القلب على الاخر، نفس خلقنا على الاخر بهالكومبينيشن اوف لور بودي اند كارديو
سيشن. رح كون عم بشتغل مثل ما شايفين، جامب لانجز، بعد اثنين جامب سكواتس، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة جوج، آخر شيء ني أب. بننزل دقة القلب، ناخد نفس، اكزهيل اوت، كمان مرة نغسل ايدينا، نريح ظهرنا شوي، ستريتش، سويتش، حاولوا تريتش على الارض وشوي شوي ايدينا، راسنا بين ايدينا، نطلع drop the shoulders، ريحوا شوي 2 minutes مثل العادة، بريك maximum 2 minutes، نرجع ننقل لنعيد تمارين لجولة تانية أو ثالثة، كمان لنكون عم نستفيد أكثر من هالورك أوت سيشن. بتمنى لكم نهار إيجابي، نهار كله نشاط، وبشوفكم بتمارين جديدة بكرة. منتابع مشاهدينا صباح اليوم، نوصل لفقرة من جوا وبرا. من جوا وبرا بدي رحب بالاستوديو بدكتورة ندى السويدين، اشتقنا لك كثير معنا بالاستوديو. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. دكتورة السويدين، رح نحكي اليوم عن أزمات أو مشاكل البشرة يلي بتعانيها هالبشرة بالشتاء. أكيد مع موسم الشتاء في كثير مشاكل. شو هل هي هالمشاكل وشو هي هالعلاجات؟ بس قبل بدي أبدأ مع الحملة يلي أطلقتيها من فترة يلي رح نرجع نركز عليها. وبعتقد قدي، أو مش بعتقد، بعرف كثير منيح قد هي مهمة لإلك كثير مهمة للبنان. نعم. لأنه عم نخسر أطباء، حرام نخسرها، أدمغة فعلا ضئيلة بالعالم، يعني نعم. عندنا الشغف والحب والمعرفة وكله. هي الحملة أجنحة وحل أوفيا وجذور تترجعوا على بلادكم. حلو. الأجنحة هن بهالوضع اللي نحن فيه ما فيك تقولي له نخليكم، فروحوا، ولكن الجذور أنا عم بعطيكم، عم بقدم عيادتي بدون مقابل كل شهر شهرين والأفر، تجوا تشوفوا مرضاتكم، تدنوا سنين اسمكم ويبقى اسمكم بالبلد لسبب بسيط، بلدنا ما رح يبقى هيك، ولكن السنين بتمرق بسرعة. صحيح. فالواحد بيلاقي حاله صار له 10 سنين برا، بيقول بعد هالعمر بدي أرجع برش من أول. هيك عم بعطيكم هالجذور تتبقوا ترجعوا بلدكم، لأنه بلدنا ما في منه بالرغم كل اللي عم نمرق فيه، ما في منه. كتير حلو. كتير حلو الأجنحة والجذور، يعني كتير. نعم. مهمة لو وين مطرنا بأجنحتنا بالعالم، وحلو نطير ونفيد. أكيد. الناس. أكيد. ونعرف قدي لبنان المنتشر، يعني أهميته ببلاد. أكيد. العالم. أكيد. بس أكيد عنا جذور. أكيد. شكرا لهالمبادرة دكتورة السويدين باسم كل الأطباء اليوم اللي عم بيشوفوك، ويلي مثل ما قلتي ما فينا نلومهم ليش أخذوا هالقرار. أكيد ما بلومهم أبدا. طبعا ما بلومهم أبدا، بس ما رح يبقى هيك. بالعكس بشجعهم لحتى نفسيتهم تتحسن ويصيروا يعرفوا. لقلك كل ما سافروا وتعلموا كل ما كانوا أحسننا للبنان. صحيح. فبس حرام ما يرجعوا. طبعا. هلأ نرجع لموضوعنا لليوم. مزبوط. بصراحة نقيت هالموضوع لأنه أنا عم بعاني منه كمان. كل العالم بتعاني منه، من أطفال لكبار، من رجال لنساء. صحيح. اللي هو الجفاف الجلد بالشتاء، وزائد انه هالجفاف هيدا بهال نحن بهالوقت اللي عنا، يعني بهالفتره اللي ما في كهرباء، ما في عوامل التدفئه، والاخير عم نستعمل عوامل تدفئه مثل الدفايات، وبنقعد حدا، فهيدا الشيء بيخلينا جلد تتاثر اكثر. فالجو البارد زائد
التغيير للجو الحار زائد النشاف اللي كله موجود هيدا عم بيأثر على البشرة. فنحن شو عم بيصير معنا؟ عم نأثر على الطبقة السطحية اللي هي الواقية للجلد. فشو بيصير؟ فيصير هالجفاف وهالتوسف اللي منلاقيه على الجلد، هيدا ممكن يكون عرضة ليصير شيء أكتر اللي هو أكزيما الجلد. هالأكزيما هيدي بتعمل نوع من الحكة وبتعمل يعني بيكون في بقع على الجلد، بتحكي كتير وممكن أمراض ينزل دم منها، وكمان ممكن يصير فيها التهابات جلدية. وهذا الشيء اللي نحن بدنا نتفاديه، زائد إنه عوامل في أمراض جلدية مثل الصدفية والأكزيما وكل في بيبينوا أكتر بالشتاء. مزبوط. حتى الروزاشيا هي أكتر وقت ناخد شيء سخن وإلى آخره، والتدفئة زيادة اللي ممكن نتعرض لها، بس كمان الجفاف واللي بيصير كمان على الطقس كمان بيأذي، والحمار بيصير يزيد. زائد في أمراض كتير، الأمراض المفاصل اللي نحن ممكن نشوف الدورة الدموية، الرينوت فينومينو، بيصيروا أصابيع الإيدين والإجرين يزرقوا، كمان هيدول بتأثروا بيصيروا بيزيدوا بفصل الشتاء. هلأ كيف بدنا نهتم بالبشرة بهالفترة؟ أول شيء في مفروض نهتم فيها أكتر من حتى فصل الصيف. هلأ مثلا أعطيك على سبيل المثال، الأشخاص اللي عندهم بشرة دهنية خلال فصل الشتاء مفروض ما يستعملوا نفس صابون الوجه اللي بيستخدموه بالصيفية. وأي وقت نحن منصابن وجهنا ونلاحظ أنه وقت خلصنا عم نلاقيه مثل شد، هيدا يعني نحن عم نستعمل الشيء الغلط، وهيدا عم نأذي بشرتنا، وعوامل الشيخوخة بتصير تبين أكثر. فبالتالي مفروض بفصل الشتاء كلياتنا لبشرتنا بالوجه بالأخص نستخدم صوابين خفيفة، قطعا خالية من الكحول، أوكي، وفيها مواد مرطبة. فزائد المي السخنة ممنوعة مش بس على وجهنا، على كل جسمنا. يعني كتير صعب لواحد تقولي له ما تحمم مي سخنة، بس انه نجرب نكون مي دافية. زائد الليفة كتير مضرة بالأخص لأنه عم الجلد ناشفة وعم نستعمل مي سخنة وعم نستعمل الليفة عم ننشفها بزيادة. وفي شيء الثري مينت رول، قاعدة ثلاث دقايق اللي هي دغري بعد الحمام، هو بشرتنا رطبة نحط مرطبات. لسبب بسيط انه هالمرطبات وقت تكون على بشرة رطبة بتعمل لوك يعني بتحبس المي اللي نحنا بالجلد، فبتمنع انه جفاف البشرة. هلأ الواحد بيقول بهالايام شو بدي اشتري، خبز ولا بدي اشتري مرطب؟ ما ضروري المرطب يكون غالي، يعني فينا نستعمل الفازلين. اوكي، هلأ ما بقى في شيء رخيص، ولكن مفروض نهتم ببشرتنا لأنه عم بدنا نتفادى مشاكل أكتر. وهالشي مثل ما قلت مفروض يكون للصغار وللرجال وللنساء وللمسنين أكتر، لأنه نحن بشرتنا كل ما تقدمنا بالعمر كمان البشرة بصير تجف أكتر. صحيح. هلأ هيدي بالنسبة للاهتمام بعد الحمام. نعم. ولكن هالشي كمان مفروض فرضنا هلا انا بتحمم كل يوم امرار اكثر، بس انه اذا حدا ما بيتحمم كمان بده يرطب بشرته. والثياب اللي بيلبسها بده يحاول تكون فيها قطنيه، يعني ما يكون في شيء على البشره ممكن يؤذيها مثل الصوف او شيء بينشفها بزياده. زائد نحاول قدر المستطاع نكون الجو اللي نحن قاعدين فيه اكيد مع الطقس الموجود اكيد عم ندفي كتير، يكون في هيوميديفاير، اوكي، يعطي رطوبه للجو. زائد اللي كتير 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 مهم بالأخص اللي عندهم مشاكل بالشرايين الدموية، إنه وقت نقول ظهرنا وبردنا وزرقوا أصابعنا، وقت نروح على البيت ما دغري ندفيهم، ندفيهم تدريجي. أوكي. ونحاول الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالدورة الدموية كتير مهم إنه يلبسوا كفوف، يلبسوا كلسات، يعني يدفوا حالهم لتفادي، لأنه درهم وقاية أفضل من إنطار علاج. هلأ الأشخاص اللي عم بيستخدموا كريم مفروض نحنا طول السنة بنستعمل، يعني أقل شيء مفروض نستعمله على وجهنا هو تنظيف البشرة، مرطب، وواقي شمسي. نعم. أوكي؟ نفس الشيء بالشتوية بدنا نستعمل نفس الشيء. وحتى اللي كمان نكون على بادجت نجرب المرطب يكون فيه واقي شمس فرد مرة. نعم. وما بدنا ننسى الشفايف، شفاف
الشفاه، لانه كمان بيشققوا بيصيروا كمان يعني وقت يشقوا بيصيروا يوجعوا، ممكن يصير ينزل دم، وكمان ممكن يعمل اكزيما. اوكي، وهيدي التشقق والجفاف ممكن الاشخاص اللي عندهم استعداد ليطلع لهم قرباس كمان هذا بيخلي يطلع اسرع. زائد الايدينا واجرينا، هيدول مناطق وقت يجفوا ويشققوا من أسأل شيء، لأن الوجع اللي بيعملوه فعلا مؤلم. نعم. يعني لأنه جلد الميت، جلد السطحي بكعب الإجرين سميكة، فوقت تشق بتشق للجلد الحي وبتاخد وقت كتير لتلقم، فبالتالي على طول بدنا نرطب سفل إجرينا. وإيدينا هلأ يعني الكورونا بعدها موجودة وبعدها صحيح. بتخوف صحيح. فبالتالي المعقمات وتصوبن وإلى آخره كتير بينشفهم. وكمان ممكن يعني في أنا حاطة صور على وحدة عندها شق بأصبع حرام صار لفترة، يعني هيدول كتير صعب لحتى يلتقموا بسرعة. Exactly. فبالتالي بدنا نتفاديهم. بتقولي طب يلتقموا شو بدنا نعمل؟ بدنا نغطيه، بدنا نسكر عليهم يعني حتى يرطبوا. اوكي، ونحط فازلين، او اذا في مبين انه في مثلا محمار او شيء انه عم بين كانه في شويه التهاب والوجع شوي زياده، اكيد مفروض استشاره الطبيب، ولكن ممكن نحط مضاد حيوي بشكل اوينتمنت. نعم، مش بشكل كريم. نعم. دكتوره سبيدين، الناس بتفكر انه بسيطه، يعني انا هلا فصل الشتاء قشرت قشبت نشفت، هيدا شيء غلط يعني. هيدا كثير غلط، وبيفكروا انه هيدا شيء رح يأذي البشرة على المدى الطويل. قدي إذا أهملنا ممكن يعني أكيد نواجه. أكيد بتأذي، ما هو جفاف البشرة كمان بيأثر على الجلدة بهذا، وكمان بيعطي علامات شيخوخة. نعم. فبتبلش تشوف الفاين لاينز والآخري. هلأ كتير مثلا بيقولوا طب أنا وقت استعمل الريتن اي بتجف البشرة. لا، بس الريتن اي عم بيشتغل على الخلايا تنشطها تفرز كولاجين وإلاستين، وأصلا بيستعمل يعني من بعده مرطب. اكزاكتلي. زائد أنه أنت عم تكوني تحت استشارة الطبيب. هلأ طالما عم نحكي عن الريتينول والريتن اي وهالكريمات، بفصل الشتوية ممكن الطبيب يقول لك انه خفف استعمال ما توقفي، ما مفروض توقفي، ولكن بدل ما تستعمليه كل يوم استعمليه يوم لا مثلا. نعم. او مرتين بالاسبوع حسب طبيعه البشره. فبالتالي كلياته يعني الاهتمام بالبشره بالاخص هلا، لانه واحد نفسيته تعبانه على القليل، وقت تطلع بحاله ينبسط بحاله. صحيح. فبالتالي الاهتمام بالبشره كثير 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 مهم. زائد انه نحن وقت عم نحكي عم نحمي البشره من برا، عم نحمي كل جسمنا، مش بس عم نحمي الجلده. اوكي، عم نحمي كل جسمنا لانه هي هيدي خط الدفاع. نعم. بين الأعضاء وبين الجسم جوا والطقس وإلى آخره. صحيح. أكيد العوامل اللي عم تحكي عنها الخارجية يلي بتزيد بالشتاء لتأذي البشرة أكتر شيء، مثل ما ذكرت دكتورة سويدين، بالنسبة للنشايف والتشققات وكلها، بس قدي كمان مهم بهالفصل نهتم ببشرتنا. نحن بنفكر أنه بالصيفية أكتر بنستعمل الكريمات، أكتر واقي شمسي أكتر، قدي مهم هالفصل نتحضر. أكيد. نخلي بشرتنا مستعدة كمان لفصل الصيف. أكيد أكيد. هلأ اللي حلو بفصل الشتوية أنه نحن تنقول اللي عندهم كلف واللي عندهم مشاكل جلدية أو تحفرات جلدية بدهم يروحون أو يعالجون هيدول، وبالأخص أنه مثلا بدك تهتمي من الشمس أكتر. صح. أو تهتمي يعني بالصيفية في عندك دهرات وسهرات وكله أكتر، فالقلقوعة بالبيت أقل. فبفصل الشتوية فيك تعملي هالتقنيات هيدي كلياتها، لأنه الداون تايم تبعها ممكن يكون أسبوع 10 أيام، ما بدك تروحيهم من فصل الصيفي، فممكن تعمليهم هلأ. هلأ شغلة كتير مهمة أنه واقي الشمس، عم تقولي أنه بالصيفية، حتى بالشتوية واقي الشمس مهم، وبالأخص الأشخاص هلا ما بعرف إذا قديش في ناس عم تعمل سكي، بس أنه السكي الشمس مضرة حتى أكتر من فصل الصيفية، فمفروض نهتم بهالموضوع هذا. واقي الشمس كتير 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 مهم. نعم. فمثل ما تفضلت أنه مفروض نستخدم واقي الشمس بالصيفية، ولكن بالشتوية لا يقل عنها شيء.
طبعا اليوم نحن محجورين، الناس عندها معاناة، هالجائحة بعدها موجودة، عم نحط كمامات، يعني كل في عنا كتير عوائد صرنا عم نستعملها، كمان هي عم بتأثر على البشرة، وفي ناس من استعمال الكمامات عم بيطلع لها يعني أثار. هيدي أكتر لازم تهتم بترطيب بشرتها. لا، هيدي بتستخدم علاج للحبوب هيدول، زائد بتستخدم ترطيب، الترطيب الغسول، ترطيب وقت الشمس، هذا مفروغ منه، بروتوكول هيدا، كيف أنا بفرش سناني هذا بروتوكول. ولكن علاج المشاكل اللي قد تحدث من الكمامة هيدي بدأ استشارة الطبيب. هلأ في بعض الأشخاص بيصير عندهم نوع من الحساسية، بعض الأشخاص بيصير عندهم حبوب، فبالتالي هيدا شيء يعالج بطريقة مختلفة حسب شو الحالة اللي عندهم إياها. هلأ الشغل اللي كتير مهم إنه مفروض تغيير الكمامة كل 4 ساعات بالأخص هيدول الكمامات الطبيات المظبوط. قديه صار في مشاكل اليوم دكتورة سويدان كمان بالبشرة من وراء الكمامات والترطيب، يعني لقلك الانتيسبتك التعقيم المستمر وتغسيل الايدين صيفا شتاء في كتير مشاكل. اوكي، ولكن بالنسبه للوجه كمان في مشاكل، بالاخص عند الاشخاص اللي عندهم استعداد. يعني اذا انا بعرف حالي عندي استعداد ليطلع لي حب شباب، اكيد مع الكمامه رح يصير الوضع أسوأ. نعم. فبالتالي الاهتمام بالبشره بده يزيد، ولكن بغض النظر شو هي المشاكل بدنا نلبس الكمامة. صحيح، فبليز 100% بدنا أكيد ننتبه ونلبس الكمامة ونتوقع. دكتورة سويدين حكينا عن الرجال وعن النساء، بعض الناس بيفتكروا أنه الرجال ما عندهم مشاكل مع جفاف البشرة أو ما بيكون عندهم مشاكل مع ترطيبة، يمكن هي أقل نسبة من النساء، بس قديه كمان الرجال منا أقل، منا أقل، منا أقل، نو منا أقل. يعني الرجل لازم يهتم مثل المرأة ببشرته. مط أي إنسان، أنا قلت أطفال، أولاد، نساء ورجال ومسنين، مسنين نساء ورجالا. نعم. فلا لا كتير كتير مهم، مثلا الأشخاص الرجال اللي بيستعملوا اللي بيحلقوا دقنهم وإلى آخره ممكن يسببوا جفاف بالبشرة. ممكن كمان هيدا تأذيهم، بتطلع الأكزيما أكتر ممكن. فبالتالي لا كتير مهم الاهتمام بالبشرة. واللي حلو هلأ إنه قبل كانوا ولذلك يمكن الناس كانت تفكر انه عندهم مشاكل الرجال عندهم، لانه ما كانوا يستشيروا، ما كانوا يستعملوا، ما كان في اقبال، بس هل ما في اقبال. ولكن هلا الاهتمام بالذات ليس له علاقه رجل او امراه. صحيح. اوكي، ف لذلك هلا عم نشوف اكثر رجال كانوا بتروحي تشتري كريمات. اوكي. نعم. اكثر شيء بتشوفيهم بديوتي فري، بتلاقي رجال عم بيشتروا مثل النسوان. which is هذا المفروض اكيد انه ما له علاقه، ما له علاقه، ما له علاقه، وما بيقلل من رجوليه الرجل انه اذا اهتم ببشرته، بالعكس بيعطيه، بالعكس اللي بيهتم بحاله ممكن يهتم بغيره أكتر. نعم، كتير مهم هالشي. ومنقول للأمات كمان المراهقين الصبيان مثل المراهقات البنات لازم يعني نهتم فيهم، وإلا بيصير عندهم أكيد سكارز. الفرق بين البنات والصبيان بعمر المراهقة هي إنه البنات عندهم البيشنس، عندهم الصبر، الصبر انه يستعملوا كريم ورا. الصبيان انه اف ما قالوا جديد، بس مثلا اذا بتعطيهم حبوب بتلاقيهم مثله مثل البني، ما عندهم مشكل اي شيء سريع. صحيح. ما عندهم مشكل فيه، بس انه حط كريم ارجع حط كريم ثاني ارجع حط وقت الشمس، بتلاقيهم غير صبورين، ما عندهم هالصبر. مزبوط. شكرا دكتوره ندى سويدين على هالمعلومات، بنتمنى من كل الناس تهتم ببشرتها بفصل الشتاء، يعني هيدا نوع من الوقايه والتحضير لفصل الصيف، خصوصا انه ممكن تشكل كل الازمات اللي بتعيشها بشرتنا بالشتاء مشاكل اكبر واكبر. 100%. ونحن بنقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. Thank you. أنا كمان. الله يستر هالمون شو مخبي لنا. طيب يلا خلونا ناخد هالصورة. يلا. One, two, cheese. في إيه أنت مزودها بصراحة؟ يعني بتقول لك الإكس بتاعها. إنه هيدا المصيبة كل حياتنا فيه. حتشارت ولا كوب يضلوا مع بعضهم إذا بفتشوا بتليفونات بعض. تعال نلعب لعبة كلنا سوا. لعبة شو؟ ماشي هينة، بنحط تليفوناتنا كلنا على الطاولة وشو ما بيجي، تليفونات، مساجات، إيميل، بنشوفهم وبنسمعهم كلنا. آه يا صايعة يا صايعة يا صايعة. صفر وجهه.
خلاص هتلعبوا يعني. الو الو مين معي؟ الو بيبيك هلا هلا. الله بيرن. لا يلا رد. اعطيني التليفون. بيشوف ايش صاير؟ مصيبه دخلت بظهرها الساعه 10 هذه اللي صار. ربيع مش طالبه نداء لربيع. فضحتك؟ هول التليفونات هول هول سروا لنا حياتنا، هول دمروا لنا حياتنا ونحن اللي قدرانين. صيلي هنا بس صارك ومش عارفه انت مين. أصحاب ولا أعز هي أخبارنا لليوم، أو حول هالفيلم رح بتكون أخبارنا مع الصحفية والناقدة كمال طنوس. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور. خليني بلش بقبل بالجدل يلي يعني أصير حوله هالفيلم، لأنه طرح مواضيع تعتبر تابو، بس هي مواضيع واقعية وانطرحت بطريقة جدية وموجودة بهالفيلم. شو رأيك أول شيء بهالجدل؟ هو الفيلم إذا بالحقيقة كتير واقعي وكتير طبيعي وما في أي شيء خادش، أي تعبير يسيء لأي حدا، بس الفيلم بيحكي عن هيدا التناقض بين جوا وبين برا. يعني الإنسان بين اللي منقوله واللي ما منقوله أبدا. يعني هو كاميرا على دواخلنا، كاميرا يعري حالنا من جوا. فبفتكر طلع الضجة عليه بالرغم من أنه هني حكوا عن المثلية. نعم. هيدا الفيلم الأصحاب بهاجموا فؤاد يمين يلي أخذ دور المثلي، بيسبوا وبيهجموا وبينعتوا بأبشع النعوتات، وهو كان خجول وكان متضايق وصار له 20 سنة مخبى. فوين يعني أين الوقاحة؟ ما في وقاحة. بس بحس إنه بعالم السوشيال ميديا صار الواحد كلهم أصحاب رأي وكلهم قادة للرأي، وبيحكوا إنه هن يقيمون كل شيء، وفي منهم بيدين بيعملوها موضة، يعني أنت حكيتي أنا بدي أحكي وأعطي رأي ورد. وخاصة إنه في ناس السلبيين بيحبوا يعني يصطادوا السلبية، فحضروا ما حضروا يعلقون. بس الفيلم إذا بدك الحقيقة ونحكي جدياً، أول 10 دقايق ربع ساعة من الفيلم كتير ممل. صحيح. ممل وبتقولي بطيء وأنا شو عم بحضر ولشو مدورت وبركي غير رأيي. شوي شوي بتصيري تقولي لا، بتفوتي معهم باللعبة من بعد ما شفنا كيف أخذوا الهواتف وصاروا يلعبوا هيدي اللعبة يلي هي على فكرة لعبة فرضية، وهون كان في خطأ بالفيلم بالنسخة العربية. أها. شو الخطأ كمال؟ بقفلت الفيلم بتلاقي حالك انه نحنا فكرنا انه الازواج والاصحاب انفضوا وكل مين راح في سبيله. لا، اخر شيء هني مع بعضهم. سو كانت اللعبة كلها فرضية. بالغير نسخ هيدي الكليك كانت واضحة انه عملوها فرضية، بس هي يعني هني بالاساس ما قاموا بهذه اللعبة. يعني كل ما نشاهده هو ليس حقيقيا. بالنسخة العربية ما قدرنا شفنا هيدي القفلة المضبوطة أو كليك، بس نحن فهمناها فرضية على ضوء انه لو صارت شو كان صار. اكزاكتلي. صحيح صحيح. كمان بالنسبه للشخصيه حكيتي اكيد انطرح موضوع المثليه، ومثل ما قلتي ما كان في شيء خادش يعني برات الطبيعه، هيدي طبيعه، هيدا انسان موجود، هيدي طبيعته، وما كان اللي عرضه الفين بعيد عن الواقع. برايك يعني هالجدل اللي صار او هالحكي او انه يخدش ما بعرف شو وتعابير يعني ما لنا قريبه من الواقع، عشو بنت يعني ما لها أساس؟ بفتكر إنه هيدي قصة المثلية يعني هي قصة يعني تزعج بعض الناس في مجتمعنا ولا يتقبلها، يعني عدم قبول الآخر. exactly. وبالرغم من إنه يعني هيدي الحالات بتت موجودة في حياتنا، في شوارعنا، في مدننا، حتى
حتى في أفلامنا من أيام زمان وجاي، بأي أفلام لعادل إمام أو حتى أفلام الأبيض والأسود، في كان مشاهد وأخبار بتحكي عن كتير هيدي الأمور، وما حدا اعترض قد ما كان في اعتراض على هيدا الفيلم. بس أنا بعتبر هيدا الاعتراض هو سبب السوشيال ميديا، هي اللي يعني تكبر بقعة الزيت وبتخلي الكل يشوفها وبصيروا يتقاذفوها وتكبر هذه الكرة 100%. كمان خلينا نحكي عن الشخصيات بالفيلم اللي كلهم أبطال بهالفيلم. نعم. وكمان كان في جدل بمصر صار حول دور الرائعة منى زكي، كمان الجدل مع أنه ما شفنا بقلب الفيلم أي مشهد خادش للحياة، نحن فهمنا شو عم بيصير، بس كمان قامت لقيامة وما قعدت. الحقيقة هيدا الشيء الغريب أنه قامت لقيامة وقعدت يعني بمصر على منى زكي، وما بس هيك صاروا يحرضوا زوجة عليها. صحيح. انه طلقها، ويعني شوف الاختلاط او الامراض النفسية، انه هن مفكرين انه منى زكي هيك، هي هذه المرأة تلعب دور انها ممثلة فنانة، طلقها وشو بدك فيها وينعتوها، يعني مختلط علي أنا الدور هل قدي قناعتهم بالدور. هي مقنعة، هي فظيعة. أنا قلت أنه هي دعامة للعمل، هي براقة كتير كانت بالعمل، وهي كانت الأكثر سطوعا الحقيقة. إذا بتلاحظي صورها، أداءها، صوتها، عروقها، جريان الدم كان بيحكي فيها لمنى زكي، فيمكن تأثروا هن بهالخليط وفكروا إنه ما تقوم به حقيقة، هي تمثل. صحيح. هلأ هي قامت بحركة كمان، هون سؤال للمخرج وسام، حضرة المخرج، أنت قمت بهذه الحركة اللي قامت فيها منى زكي بأول الفيلم، هو خلع ثيابها الداخلية، شو كان له معنى هالمشهد؟ شو الإضافة؟ إيه يعني ما كان له أي إضافة، ما كان له، خارج عن السياق. صحيح. فلأنه إذا هو عم بيعمل هيك تقليدا للنسخ الغربية، هو لم يقم بإتباع النسخ الغربية، يعني لأنه هي بغير نسخة، هي وقتها بتتشاجر هي وزوجها، هي تشلح ثيابها أمام كل الأصحاب وبتقلن إني أنا هيك. فهني أكيد بيخجلوا بغض النظر. هلأ بالنسخة العربية لم نكن فاقعين وما صرنا هيك، فما كان في داعي لهالحركة. مشان هيك يعني المحاضر غير نسخ ما بيفهم، ما بيفهم ليش صارت هالحركة، ايه، وما كان إلها معنى، خصوصا أنه ما بعدين حتى بسياق الفيلم ما كان إلها معنى أو تفسير. نعم. أو إضافة. صحيح. للموضوع. كمان يعني جورج خباز لأول مرة بيلعب دور الأب بهالمسلسل، كمان كان مقنع جدا. يعني شو هالاستاذ فظيع، شو هالاستاذ، نحن عرفناه بمدرسه الكوميديا والكتاب المسرحيه والشخصيات الضاحكه، هالقد جدي، هالقد رصين، ثقيل مثل الذهب، كان رائع. ودوره هيدا الدور، خليني أقول دور التمني، دور الحلم، إنه كل فتاة بغض النظر عن الفيلم، أنا عم بحكي عن البعد العمق لهيدا الدور، إنه كل بنت وكل فتاة بتحب يكون عندها أب ترمي عليه سرها، يكون دعمها، يكون سندها، يكون مخبأ أسرارها. عادة الأم هي يلي بتقوم بهذا الدور ليس الأب، فهيدا كان الشيء يثلج القلب. وكان أب حقيقي جورج خباز فعلا، وكان هادئ، وكان هو خليني أقول الشخصية الأكثر توازنا بالفيلم، والأكثر رصانة، والأكثر عمق، وكان حضن لهالأصحاب، وحتى هني كانوا عم يتعشوا ببيته. فهيدا الدور كان ناصع وبين انه هو يعني براق بكل الوجوه التمثيلية يلي بيقوم فيها. نعم. رح نتابع مع الأبطال، منوصل لنادين لبكي المخرجة العالمية والممثلة الرائعة، كمان كان دورها، شو رأيك فيه؟ نادين دائما مثل المارد الذي يخرج من القمقم، دائما تنتفض عاليا. هي أكيد استاذة ونجمة عالمية، حضورها
حضور بيزيد، هي بتقدر حتى وقتها بتعبر كيف تنتشق التعبير، كيف ترمي كلامها، حتى أحيانا هي بتسب، حتى كيف الشتيمة عندها بيبقى إلى وقع. هلأ في ناس بتنتقد انه هيدي قلة ادب، بالرغم من انه كلنا بحياتنا اليومية نسمع هذا الكلام في الشارع وفي البيوت وفي كل مكان. نادين كان دورة اللي بيحضر الفيلم او اللي ما حضره، دور كتير كريتيكال، دور كتير قوي. هي المرأة التي تخون زوجها مع صديقه، وهي اللي قادرة دايما تمثل حتى هي وعم بتمثل. صحيح، كتير حلو مثل ما قلتي، يعني هو كلام واقعي. أجمل ما فيه الفيلم صراحة هو هيدا الحوار القريب منا كلنا، من كل كلمة واحد بيقولها أو بيسمعها، ما كان في هيك تزلف بالكلام أو باختيار الكلام. يعني كمان تحية لكاتب السيناريو. صحيح. مين بعد فيه؟ فؤاد يمين وديامان. فؤاد يمين يعني أستاذ مسرحي بيعلم بالجامعة، وهو كان النقطة يلي أثارت الجدل، هو اللي أخذ دور المثلي، هو أبداً منه أخذ دور اللي عادة المثلي بياخدوه. صحيح. المخنث، لا هو كان رجل، وكان هو رفض أنه يجيب صديقه اللي هو كان قايل لرفقاته رشا أن يجيب رشا معي. هو كان يعي مغبة انه يكون الانسان مثلي، وعارف انه اصحابه بالذات ما حيقبلوا، ونكروه وشتموه ورفضوه. شوفي باقي قديش نحن بمجتمعنا بنعيش هذا النفاق بين، يعني لا الصديق هو صديق بيكون وكأنه هيك، ولا الزوج هو الحبيب، ولا الحبيب هو المتكأ والمرتجى. فكتير في تزلف، كتير في كذب بعلاقاتنا، وهيدا الفيلم هو هيك وبعري هيدا الشيء، وهيدا أجمل وأهم ما في هذا الفيلم. صحيح. إنه وهذه الهواتف اللي هي وكأن ضوء مخبى بيضوي على جواتنا، لكن احيانا نحن حتى بجواتنا التي نخطئ بها بنحب ان نبعد عنها، او ان نغتفر، او ان نتغسل من خطايانا، لكن هذا الهاتف يبقى في ذاكرته جميع عيوبنا. صحيح. ويعود ويذكرنا بها. بفتكر هالقد ذكي الفيلم انه يعطينا حساب، بخلي يلقي الضوء انه كل واحد منا يقدر يعمل تآخي بين حقيقته اللي بنبينها للناس من برا، وما نحكي وما نتصرف، يعني وما نحن نكمن له في الداخل. صحيح. يمكن من هيك تمهينا بهيدا الفيلم، وبعض الناس رفضوا هيدا الواقع، لأن نحن منعيش هيدا الصراع بين اللي منقوله وبين اللي منخبيه، بين اللي منقبله ومنكون قبلانينه، بس نحن بالمجتمع لا، مش قبلانينه، نحن عنا غير رأي. سريعا بعد عنا نحكي عن عادل كرم، يعني الكبير عادل كرم، وديامان. نعم. وإياد. ديامان مثل كل مرة، في ناس اكتشفوها أول مرة برأيهم، لكن هي لم تكتشف اليوم، هي براقة وما في دور طلت فيه سابقا لحد الآن إلا وكانت حاضرة، وقدرت اليوم أنها تلفتنا بهيدا الأداء الجميل المقنع. خليني أقول ديامون الرقيقة البيضاء تستطيع أن تكون شرسة عن جد. فعلا. وعادل كرم شخصية ماكرة، ويجيد لبس المكر، ويجيد اللعبة على الحبال، هو الضاحك وهو المقدم، لكن هو الممثل الذي يبرع بلبس وخلع الشخصيات كما يريد. فهو يستطيع أن يكون الزوج والحبيب والصديق الباكر والخائن والبطل القوي والشرس. نعم. مثل ما قلتي، والواقع عن جد، يعني أدائه مقنع جدا عادل، بيطلعنا كل مرة من الشخصية اللي بنكون نحن أخدين فكرة أنه هيدا هو عادل كرم. وتده كتير مشدود وعصبه مشدود، وقادر دايما كيف ما يكون أنه يشد الانتباه ويعطي الجرعة حديتها بمكانها بمطرحها. نعم. إياد
إياد يعني الممثل الأردني الجميل كمان كان دوره حلو. حلو كان التناقض بين بين هو الوحيد على فكرة بين الممثلين. ما بعرف إذا هذا يعود إلى شخصية إياد المبتكرة أم إنه المخرج هو الوحيد الذي كان يضحك في الفيلم، مع أنه من المفترض أنه هذا الفيلم هو فيلم ضاحك، هو فيلم للتخفيف عن النفس، لأنه بالنسخات الثانية وفي فرح إلا بالنسخة العربية كان في مقت كتير. فإياد هو الوحيد الذي كان يضحك، فهيدي تحسب له قدر يمزج ما بين يعني هذه السوداوية وهذا الفرح. مثل ما بيقول يبكي ويضحك معا، هو كان هذه الشخصية. كان كمان مبدع، وكان كل الحمل والثقل عليه من ناحية يعني عقدة الفيلم هو يعني حمل جزء كتير وكبير منه. هذا الفيلم ليس سهلا، يعني على أكثر من 90 دقيقة أن تجتمع هذه الشخصيات الكبيرة تتحاور تتناغم بمكان واحد كمان، نعم، على طاولة عشاء في مكان ضيق، تتحاور تتناقش، تشتم تحب تعشق تخون، تشترك كل الحياة خلال دقائق محدودة. صحيح. من خلال هاتف ومن خلال منادات. كان فيلم رائع، لازم الكل يحضره، لازم الكل يحضره، هو يستحق أوسكار وليس يعني ضجي مثل ما هنعم. صحيح صحيح، مع كل هيدا مثل ما قلتي التناقضات يلي نحن عم نعيشها نقلها تماما. هيدا الفيلم بحسسنا بواقعنا، ما فينا بعد ما يخلص فيما نطلع بتليفوناتنا ونحس عن جد قد نحن عايشين بعالمين. صحيح. وقديش عن جد الناس تخفي يعني يعني ما تؤمن به، يعني بتقول القصص غير يلي هي مقتنعة فيها. لا، نحن مقتنعين بأهمية هالفيلم يلي نقل واقع كتير منيح وبلبنني كتير حلوة. تحية للكاتب للمخرج لكل الممثلين وكل فريق العمل. شكرا كمال لحضورك معنا اليوم. شكرا لإلك، شكرا لهالنقد وهالإضاءة وهالتحليل. تابع مشاهدينا صباح اليوم مع مش غلط والمهندس عماد سالم، ووقت اللي بيصير الأساس البيت ممكن يسبب لنا اكتئاب، شو بنعمل بمش غلط؟ بونجور، بمش غلط اليوم رح أحكي عن بعض الأخطاء ببيتنا يلي ممكن تكون عم تسبب لنا أو تزيد حالة الاكتئاب ديبرشن إذا كنا عم نعاني منها. بس قبل ما بلش بدي نبه أنه أنا أكيد مش طبيب، والنصايح اللي رح أقولها منا دواء، بس البحوث الأوروبية أكدت أنه من خلال هيدي النصايح ممكن نحسن من نوعية معيشتنا بالبيت على المستوى النفسي. وبآخر الحلقة رح حط صورة عن الكتاب يلي استندت عليه لهالحلقة إذا حدا بحب يتعمق أكتر بالموضوع. خلينا نبلش. زوايا الحادة. كثرة الزوايا الحادة والخطوط المستقيمة ممكن ترفع من حالة القلق. فالدراسات بيّنت أنه عقلنا بس يشوف هيدي الزوايا الحادة باللاوعي بيعتبره خطر، بخلينا بوضعية تأهب. فأبسط طريقة لتخفيف وتصليح هالشي هو أنه ندخل بعض الكيرفز بمفروشاتنا يلي ممكن تلين الإسباس تبعنا. وهيدا النوع من المفروشات صار له فترة كتير ترند، وما بعتقد أنه بس بالصدفة. طبعا منه مطلوب نغير كل مفروشات بيتنا، نتكلف بكف ندخل كم اكسسوار دائري او مرايا دائريه يلي ممكن تطري جو البيت عنا تماما مثل هالصوره، او نجدد بعض الحيطان ونختار كراسي سفره منجده واطرافها دائريه. هلا النباتات، يمكن من اكثر الاشياء المتفق عليها عالميا هي انه النباتات بتحسن المزاج وبتعطينا نوع من الهدوء والطاقه الايجابيه بالبيت، وهي كمان بتحسن من إحساس الزعل والشعور بالوحدة. فالاهتمام بالزرع ساعد كتير عالم من الديبرشن. أما الخبر الأحلى بهيدي الدراسة أنه البلانس مش ضروري يكونوا طبيعية. إذا أنتوا ما معكم وقت للاهتمام بالنباتات، فالنبات الاصطناعي عنده نفس التأثير الإيجابي على نفسيتنا، وفيكن حتى تدخلوا تابلويات أو وول بيبرز فيها خضار ورح يكون عندها نفس النتيجة. اللوحات الفنية، بما أنه جبنا سيرة التابلويات خليني أخبركم أنه عندهم أهمية كبيرة أكثر ما بتتصوروا. فدراسات عملت مع أطباء أعصاب بلندن أثبتت أنه تأمل آرت وورك بيعجبنا عنده بعض من الإحساس مثل لما نوقع بالحب، ف
فبالتالي ممكن يعلي الدوبامين بالجسم. كرمال هيك المستشفيات اللي فيها أرتورك ممكن تساعد المرضى. وملاحظة هون، مش ضروري يكون غالي الثمن، بكفي يكون بيعجبنا تيكون عنده نفس الإيجابية على نفسيتنا. وكمان ننتبه نستعمل الألوان القوية بالصالون، أما غرف النوم نستعمل ألوان هادية. كثرة المرايا، صرنا نعرف أنه استعمال المرايا محبس بالهندسة الداخلية لعدة أسباب، مثل تكبير المساحات، عكس النور، ولأنهم حلوين طبعا. بس خليني أقلكن ليش لازم ننتبه ببعض الحالات. أولا لأنه المرايا بتزيد من عجقة وتعقيد الغرفة إذا أصلا الغرفة عجقة، فهي بتعكس كل شيء حوالينا، خاصة إذا الغرفة مكركبة، وطبعا رح يكون لها تأثير سلبي هالمرة على عقلنا. وثانيا بالنسبة لبعض الأشخاص، المرايا ممكن تسبب نوع من الانزعاج، خاصة للعالم يلي بعينه من حالة ديسوردر اسمها BDD Body Dysmorphic Disorder. فهالأشخاص ما بيكونوا مرتاحين يشوفوا حالهم كتير بالمرايا، فلازم نجرب نخفف من عددهم ونحطهم بس بالأماكن الضرورية. قلة الترتيب، الكركبة والعجقة بيّنت أنها بتخلق إحساس بالانزعاج وحتى الإحباط، فهي بتعلي من مستوى الكورتيزول يلي بيسبب ستريس، ويلي فيها كمان تأثر على جهاز المناعة وعملية الهضم عند الإنسان. وكمان المكان الفاضي كلياً عنده نفس التأثير مثله مثل الكركبة. أما كيف منعرف إذا نحن عم نزين طاولة أو كونسول معين إذا عم نزيدها أو لا؟ نصيحتي لكم أنه فضوا كل شيء عن حيا اللابتوب وصيروا زيدوا الأكسسوارات غرض غرض لتوصلوا للتوازن يلي بدكن إياه. هلأ الضوء الطبيعي وأشعة الشمس، من أحد أهم العناصر المعروفة لمعالجة الاكتئاب هي الشمس. فكل ما زدنا من نور الشمس داخل البيت كل ما تحسن المود تبعنا، لأنه مثل ما معروف أنه أشعة الشمس بتعلي السيروتونين بالجسم يلي بيحسننا من نفسيتنا. أما إذا ما عنا مصدر للنور الطبيعي بالبيت، فينا نلجأ للمرايا، وراء الجدران مع منظر طبيعي، والألوان الفاتحة لإنارة المكان. وكمان نوعية الإنارة مهمة بالبيت، وكنت عملت حلقة كاملة عن الإنارة بالبيت، ممكن ترجعوا لها من خلال صفحة الجديد أو من خلال صفحاتي عماد سالم ديزاين فيسبوك وإنستغرام. بس إذا بدي أختصر، خلينا نبعد عن الضوء المسلط القريب فوق راسنا، لأنه رح يزيد من الشعور بالقلق، ونزيد من الأمبيانت لايت، وننتبه على لون الضوء حسب استعمال كل غرفة. وهلأ الألوان، كتير دراسات انعملت وبعدها عم تنعمل عن تأثير الألوان على نفسية الأشخاص، خصوصا كيفية استعمالها حسب كل غرفة. بس نحن صرنا أكيدين أنه الأخضر، أزرق والبنفسجي هن بيتبعوا للفئة المهدئة للنفسية تماما، مثل تأثير السما والعشب الأخضر. أما الأحمر، الأصفر والأورانج هن بينتموا للألوان النارية المنشطة أكثر، وكمان بيعتبروا من الألوان الدافية، وهيدي مهمة إذا بدنا نضيف جو من الحرارة على أي غرفة. فكل لون عنده مميزات وتأثيرات خاصة على جسم الإنسان، ولازم ننتبه أنه كل شخص منا عنده لونه المفضل يلي بيريحه. بس يلي معترف فيه أنه الألوان الفاتحة هي ريلاكسينج أكتر، والألوان الأغمق هي أنرجيتك أكتر. هلأ المفروشات، آخر وأهم الأشياء يلي لازم ننتبه لها ببيتنا هي توزيع مفروشاتنا. عجقة المفروشات بالغرفة ممكن تخلق نوع من الأنكزايتي، فالأماكن يلي سهل التنقل فيها من دون عوائق بتخفف من هيدي الأنكزايتي. في نظرية بتقول أنه السيمتري ممكن تحسن وتعطي شعور راحة بالمكان. وبالآخر مش غلط بهالأيام يلي كلها ستريس نعرف ننبش ونضيف جو من الطاقة الإيجابية من خلال تغييرات بسيطة ببيتنا. بشوفكن بخير. بهلأ وقتها اليوم مثل كل نهار أربعة مع دانيا دبيبو، بدي صباحها بالخير بالأول. صباح النور يا هلا. الموضوع كتير حلو، كتار من الناس يعني بيعانوا منه، ما في زي معاناة بس كتار من الناس عايشين فكرة التفكير المفرط أو الأوفر ثينكينج. هيدا ما بيوقف، هيدا ما بيوقف راسه عن الشغل. كل يوم عنا هم جديد، كل يوم تنضاف فكرة جديدة، نحن قلقانين كل الوقت. أول شيء خلينا هيك نعرف التفكير المفرط، هل هو قلق زائد أم أفكار متشابكة؟ أوكي. هو كتير شغلات اللي الشخص يعني بحس على حاله إنه ما عم بيقدر يهدى راسه. هيدا
كل الوقت في أفكار وأسئلة عم بيسأل حاله، وإلى محورين. يعني في ناس كتير بتكون عم بتفكر بإشياء صارت يمكن قديمة ويمكن بيومياتها، إنه ليه حكيتني هيك، ليه قال هيك، شو فكرتهم عني. بيصيروا كل الوقت عم بيعيدوا هيدا السيناريو، وأغلبها بيكون في هيك يعني إحساس بالذنب ولوم للنفس إنه لا ما كان لازم أعمل هيك. بتضل عم بترك شغال كل الوقت. وفي ناس المحور هي للمستقبل السلبي، اللي بيصيروا كتير عم يقلقوا شو ممكن يصير، بركي هيك صار وبركي ما زبط. بيكون إشياء سخيفي مهجي، إنه إذا روحت سوبر ماركت يعني بروح قبل على السوبر ماركت ولا لا، بعمل بروح على الـ OMT قبل. بصيروا عرفتي عايشين كل الوقت إنه عم بيعمل يدرسوا احتمالات. هيدي كترتها يعني إنه منيح الواحد يفكر ويعمل ويخطط، منيح يسترجع الماضي ويتعلم منه. بس إذا كل الوقت عم بيكون الواحد في أفكار مقتحمة على راسه، بيكون بده يعمل شيء بس لا، عم بيجي التفكير الزايد، وإنه بيصير اشترار لنفس الموضوع لنفس صح. الموضوع بيتعب بهلك، لأنه ما عم بيحل مشكلة. هيدي بتعرفيها إنه تفكير زايد ما عم تنحل المشكلة وما عم بياخد قرار. سو بيضلوا عم بيبرم بيبرم بيبرم، هون بتتعرقل كتير حياته. وبتعرفي مشكلة شائعة، لأنه عملوا دراسة من فترة طلعوا الأشخاص اللي بين عمر 25 و 35 سنة 73% عندهم ياه هيدا فرط التفكير، والأشخاص اللي عمرهم من 45 ل 55 سنة 52% منهم عندهم هيدي مشكلة الأوفر ثينكينج. سو مشكلة شائعة، وإيه إنه الواحد لازم ينتبه لها ولازم يعني يحط لها فريمات شوي، لأنه كتير بتضره بحياته. طب هي بتكون فينا دانيا أم هي بتجي، أم شو أسبابها؟ يعني هل الوضع بيأثر عليها، أم نحن مثلا نشبه أهلنا بهالموضوع؟ من وين؟ شوفي بنتعلم من الأهل كتير. يعني في كمان مرات عامل جيني اللي هو بيكون الواحد عنده الميل إنه يصير عنده هيدا القلق أو الاشترار. الأسباب بتتنوع، ممكن يكون الواحد أكل صدمة مثلا، هيدا اللي عم يفكر بالقديم كل الوقت بيصير عم بيعيدها هيدي الصدمة براسه، وعم بيجي هيك يعني أفكار اقتحامية، صور اقتحامية عن شو صار من الصدمة مثلا، وبيصير عنده الخوف على المستقبل كمان. هيدا بيصير اثنين إنه طيب لا ما بدي يروح لهذا المحل لأنه ممكن يصير نفس الشيء مثلا. ممكن يكون عامل الاكتئاب بيلعب دوره، خاصة لما الواحد بيصير عم بينعزل وينطوي الوحدة، لما الواحد قاعد لوحده ما عم بيعمل شيء، ما عم بيحكي حدا، عايش براسه بدماغه. سو بيصير بيعلق مرات بهيدي كثرة التفكير إذا عنده مشاكل. عامل القلق كمان، إذا الناس عندها القلق العمومي هيدا، ما عم نحكي على الأوسيدي الوسواس القهري، نعم. هيداك لوحده بنحكي عنه، لأنه هيداك يعني مشكلة غير وفينا نتكيف معها بطريقة مختلفة. سو في أطباع شخصية ماجي، الناس اللي عندهم هالميل للكمال البرفكشنست، اللي كل الوقت بده يساوي كل شيء على أكمل وجه. سو بيصير كل الوقت عايش براسه إنه ما سويت هيك، لا لازم سوي هيك، بركي انتبهوا لغلطة، بركي الزي ناقص، بركي رسو كله، بركي 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 بيهلك حاله. الناس اللي عندهم كمان طموحات كتير عالية وحاطين كتير أهداف بدهم يوصلوا لها، طب هيدي كمان إنه بيخلوا حالهم عم بيعيشوا كل الوقت بهيدي الأهداف، بس كله هيدا التفكير يعني عم بينسوا يعيشوا يومياتهم. صحيح. عم بينسوا يعيشوا باللحظة. سو اللي بيفكر بالماضي بيقولوا بيصير معه اكتئاب، اللي بيفكر كتير بالمستقبل بيصير معه مشاكل قلق. طيب هلأ شو؟ صحيح. هيدا يعني أنا بهاللحظة هيدي ما عم بعيشها أو ما عم بعرف حتى قيمة اللي عم بعمله، إن كان حلو أما كان كمان يمكن أوقات يوم راح علينا أنا عايشة باللي قطع وبيلي بده يجي. بيظهر الواحد مشوار بس راسه شغال كل الوقت، ما بينتبه على شيء، بيكون قاعد مع ناس وهو تفكيره شو حيقولوا عني هلأ، ليه تطلع فيي هيك، يي هيئتني قلت شيء غلط. سو في لوم كتير كل يا عمي اقعد استمتع بالحديث، ركز شو عم بيقولوا. سو هولي يعني اشخاص جد كتير بيتضايقوا بحياتهم وبتوديلهم، لانه يعني لوين بتودي دانيا؟ يعني شو نتائج هيدا؟ بس بيصير عندهم كتير ضبابيه بالتفكير،
بصير عندهم عدم القدرة على اتخاذ القرارات. يعني هذا اللي بضلوا عم بيفكر انه بروح هلأ ولا بعدين ولا انه بغير هالشغلة ولا هالشغلة. هيدي الحيرة بتودي لشي منسميه paralysis by analysis. هذا الواحد عم بيحلل يحلل يحلل بيوقف ما بيعود بيعمل شيء، بيزيد عنده تأجيل اتخاذ القرارات أو القيام بها، بتولد مشاكل أرق. يعني واحد بحط راسه على المخدة على أساس بده ينام انطفي، بس لا ببلش الموتور ببلش يشتغل كل الوقت بالتفكير شو صار معه بالنهار وشو بده يصير بعدين. هيدي الضبابية بالتفكير كمان بتصير بالنهار، ببطل الواحد قادر يركز. يعني اللي بيكون عندهم هالمشكلة أنا دايما بيقولولي قولك تلفت تلفت بصير بيوجعني، بصير يقولك أنا بدي وقف فكر بس ما عم بقدر، ما عم بيقدر. يعني أفكاري عم تغلبني، هي بتفرض نفسها كأنه بتفرض حالة ما بيجيده الواحد، بصير بده أنه يوقف تفكير بس ما عم بيقدر، وبصير عنده هاجس بعدين بأنه عم بيفكر كتير. صحيح، ما هيدا التفكير منقول أنه طيب إذا ما بتوصل لحل أنت ما بتفكر كيف بدك تحل المشكلة، يعني بعدك محلك عم تستعمل طاقة وعم بيضيع وقت على الفاضي. صحيح. قبل ما نحكي دانيا كيف ممكن يعني نحن شوي هيك نمتص هيدا هالمشكلة كله سلبي هالموضوع، يعني ما حكينا غير على سلبيات. هل ممكن واحد تفكيره الزائد بشغلة مهمة مثلا أو بشغلات مهمة تكون إيجابية ببعض الأحيان؟ هلأ شوفي إيه، في منيح اللي قلتي هيك، لأن عن جد في شوي حسنات، السلبيات أكتر. الدراسات بتقول اللي عندهم تفكير هيك بيقعدوا بيفكروا بيحللوا علامة ذكاء، انبسطوا هيدي بتدل على انه ذكاء، وخاصة اذا الواحد عنده قرار كتير مهم بده ياخده، اذا بده يغير شغله بده يغير بيت، عنده هيك سفرة اللي ممكن تكلفه نقلة من البلد مثلا، اذا قاعد عم بيفكر فيها كتير منيح انه عم بيدرس الاحتمالات، عم بيشوف شو ممكن يصير غلط مثلا، بيتحسب له، بيزين يعني قراراته قديش منيحة او لا. في ناس كتير مدفعين طيب تتصرف بلا تفكير بكتير شغلات، هو اللي بيفوتوا بالحيطان. صحيح. سو هيدي الميزة انه لما الواحد عم بيتقنع لياخد قرار المهم ياخده اخر شيء ما يعلق بهيدي هيدا. هيدي شغلة كتير منيحة وبتخلي للواحد متحسب. هي سيئاتها لما بتصير كتير بتتطرف. انا دايما بقول احنا عنا كل شيء من هول المشاكل النفسية عنا اياهم كلهم، بس بدرجات من 0 لـ10. اللي عنده اياها 5 6 7 ماشي الحال، إذا عم بيقدر يمشي بحياته منيح، لأن هيدا شخص بيكون متأني. لما بيحس حاله تعرقلت، عم توقف كتير اتخاذ القرارات، عم تهلكه جسديا ونفسيا وراسه دايما مشغول، هيدا لأ، هون لما عم بيحس بالأرق وهيك عم بتحدد له حياته، لما عم يوصل على 8 9 10 هيدي هون السيئات أكتر. صحيح. سو لازم يقوم بخطوات اللي يجرب يعدلها. يمكن ما فينا نوقف تفكير ماجي، يعني بيقولوا معدل كل شخص منا بيقطع على راسه 65,000 فكرة بالنار. سو اللي عندهم إياها زيادة بعد عم بيشطحوا أكتر، ما في هالرواء هيك إنه يقعد الواحد يسلبها يحضر تي في. مرات بيكون عم يحضر تي في بس هو راسه بمحل تاني، بيكون عم بيفكر بمحل تاني. سو ضروري لما منشوف إنه هي عم بتعيق حياتنا إنه نبلش ناخد خطوات. وهيدي يعني باختصرها بجملة، نحن ما فينا نوقف تفكير، فينا بس نستبدل فكرة بفكرة تانية. حلو كتير، وصلنا على أيوة. كيف أنا بدي شيل من راسي فكرة مثل اللي عم تعيشني بدوامي وحط محلها فكرة تانية؟ أيوة. خاصة إذا عندي كتير أفكار عم فكر فيها. أنت شو بتعملي؟ انت عندك زيادة تفكير؟ انا ايه عندي زيادة تفكير، واوقات مثل ما قلت بوصل لمحل بتعب. بحس خلاص بدي وقف فكر، بعمل هيك بقطش، يعني بقطش التفكير كيف. بقول هلا هلا بدي اعمل سبار، بروح تعمل سبار يعني. برجع بفكر من اول وجديد، بتصير افكار افكار افكار. أوكي. بس تعلمت شغله ما بعرف اذا قد ايه منيحه، صرت احط الاولويات، يعني اي فكره هي اكثر شيء طاغيه خليني حل هالمشكله تبعها وانقلها غير وحده. كثير منيح. سو عم بتوجهي تفكيرك للحلول،
الشغلة اللي ما إلها حل ليه بدنا نقعد نضلنا عم نفكر فيها؟ ما عم نوصل لنتيجة. صحيح. سو هون مرات إيه هيدا تفكير البناء، منقول الواحد يفكر بحل، ومرات كتير بيكون الواحد عم يفكر بإشياء بلا عازة. بدنا نسأل حالنا سؤال هون، نستبدل الفكرة، هالشي اللي عم فكر فيها أنا مهم بعد 5 سنين؟ كيف بيأثر على حياتي بعد 5 سنين؟ أنا إذا طلعت السوبر ماركت اطلعت فيه وجارتني قالت لي سوري مدام ما عنا منه مثلا بطريقة كتير بشعة، ليه بدي أرجع على البيت وضلني عم فكر فيها؟ سو اسأل حالي حرزيني هيدي الشغلة، وهون استبدل تفكير بشي تاني، شو كان حلو بنهاري مثلا؟ أقعد اتذكر شو الحلو بنهاري، مش إنه شو الغلط اللي صار بنهاري. واحد علق بتفكير مثلا عن إنه خبص غلط مثلا بتصرف معين، اقعد اسأل حالي أنا شو في اتعلم من هالشي؟ ما ضلني عم بضرب حالي عم بجلد حالي انه ليه حكيت هيك ليه عملت هيك. سو بس قول شو في اتعلم من هيدا الشي أنا، خلص بروق. نحن كتير مرات بنحكي على الكتيبة انه اذا في الافكار عم تتصارع شفتي انت بتحطي اولويات. مرات كتير اذا في شغلة مضايقتنا صايرة بالماضي ايه نقعد نفش قلبنا، نكتب 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 نفضي شعورنا هيك، هيدي شغلة بتطببنا نفسيا، خاصة اذا اخر شيء بقول انا هلأ شو بدي اعمل بعد ما صار هيدا الشيء، شو بدي اعمل. اذا عم فكر كتير بالمستقبل فيني هون كمان، واذا عم شو بقول هيدا المستقبل السلبي، اقعد مثلا اذا انت صارت معك هيدي الفكرة تقولي طيب خليني اقعد بوجهي انا انه تخيلي ماجي قاعده هون مثلا وصيري انت حكيني انا ماجي بكل هالتفكير المفرط اللي عندي وبالقلق اللي عم بعيشه، كيف بتهديني انت كصديقتي الانتيم هلا؟ يعني انت اذا عندك صديق يعني بعد عني مشكلتي كاني بتخيلها مشكله حدا تاني. إيه؟ وهدي احكي يعني ماجي اللي بوجهك، كيف بتهديها انت؟ كيف بتطمنيها؟ كيف بتروقيها كوحدة كتير انتيم لك بتحبيها بتحبي مصلحتها وعرفتيها اذا حتضلها هيك حتهترق حتتلف؟ سو هون هيدي بتساعد باستبدال الافكار. النشاطات اللي قلتي عنا انت انه بتروحي بتمشي هيدي كتير مهمة. اذا بدك توقفي التفكير مع انه المشي انت وعم بتفكري بشي مشكله بيساعدك على حلها على فكره، لانه هون الراس بيكون عم بيشتغل بيساعدك على حلها. سو اتس اوكي. بس اذا عم بتلاقي حالك عم بتفكري بموضوع منه مهم انت وعم تمشي، قعدي عيشي اللحظه هيدي كتير منشدد عليها. يعني شوفي شو في حواليك. أيوة. كيف عم تمشي. أيوة. شو عم بيصير هلا مثلا. أيوة. جسمك بالهواء على وجهك انا دايما بقول يا عمي عدوا كم شجره عم بيقطع معكم انتم بمشواركم. نحن دايما من مثلا انه ما في بيروت كتير خضار، لا في كتير خضار، بس امشوا بالطرقات وشوفوا كم شجره في مزروعه، ركزوا على المحلات، ركزوا شو عم تسمعوا، يمكن الاصوات ما كتير فظيعه، بس انه مرات اذا بحط واحد موسيقى وبيسمع كم آلي عم تعزف ماجي يستمتع فيها هيدي اللحظة. والله في فيولين في بيانو في جيتار في كذا عم يلعب، سو خلص عم بستمتع أنا بهيدي الأكتيفيتي أو النشاط اللي عم بعمله بعيشه هلأ. كل ما بشوف حالي نطيت لقدام برجع برد حالي لهم. بدي رد حالي. هيدي المايندفولنس بنسميها التركيز الذهني. التأمل الفكري كمان هيدا المديتيشن اللي الواحد بيقعد بيركز مثلا على شغلة وحدة مثل النفس، رياضة ذهنية هاي لترجع انت تحولي تفكيرك وتحطيه بهالشغلة الوحدة اللي هي النفس. بركز على النفس، كيف عم بتنفس تنفس عميق. انا كل ما ينط تفكيري لمحل تاني بدي ارجع اجيبه، مش هلأ هلأ بدي ركز على النفس. وكتير بحب أعطي أنا يعني هيك هيدي الفكرة اللي كتار ناس بيصيروا بيسووها وبيستفيدوا عليها، اللي هي نعمل بالبيت عنا وين أنت ما بتقعد كتير، في بالصالون شي كرسي شي كنباية تسميها هيدي كرسي التفكير. حلو. الأوفر ثينكينج زون. أنا كل يوم عندي إنه أتمتع، إذا هالقد بحب الواحد التفكير يقعد على هالكنباية نص ساعة، يقول أنا عندي نص ساعة تفكير كل يوم من الساعة 7 للـ7:30 مثلا، بس يرجع الواحد من شغله
اقعدوا واهروا حالكم التفكير، يعني يضلوا يفكروا قد ما فيهم يكونوا معايرين، بس انه خلص تلت ساعة نص ساعة رن خلاص بدي اقوم على شيء تاني هلأ. أيوة بكون نفستهم هولي، فكرت بالاحتمالات اللي بدي فكر فيها حتى خليني عم بستعمل ذكي اذا هالتفكير بناء. إذا بالنهار إجا حس على حاله الواحد إنه لا عم فكر كتير، دايما بقول جيبوا مغايطة حطوها بإيدكم المغايطة. إذا بنتبه على حالي أنا بلشت كتير عم فكر انقف حالي هيك، هذي بتوجع شوي. سو بقول ستوب، ما هلأ على الأوفر ثينكينج زون، على الكنبية الساعة 7:30. هيدي بتعلم الراس إنه تفكير زيادة ممنوع. نحن هيك بنعلم أولادنا، يعني إذا ابنك أو بنتك صحيح. عمل شيء إنه ليه وقعك ما تعب تسفقيه، يمكن إذا كسر لك شيء هيك سفقة صغيرة ما عم شجع الضرب أبدا بس إنه لحتى يتعلم إنه هيدا شيء مش غلط. مسموح يا. إذا كمان عم بقول كتير أفكار إن شاء الله يرسخوا سو كمان إذا الواحد عم بيفكر بشي بالماضي صار، يعني وعم بيلوم حاله عليه أو حدا مضايقه أو حدا كمان هيك يعني مزعوج، مرات القهر طيعنا كتير.